ورقة وقلم كعدد الحلقات اللي من النوعية دي، ومعانا 6 علامات يحددوا لك أي شخص أنت مرتبط بيه أو حد يعز عليك مرتبط بيه أو هترتبط بيه في المستقبل. يعني اللي أنا عايز أقوله إن هي حلقة مهمة لأي حد. 6 علامات، لو اتوجد منهم 4 في الشخص ده يبقى الشخص ده مخلص. يلا بينا. اهلا بكم اجمل عيله واجمل ناس في الدنيا، برحب بكم وبواسي اخواتنا واشقائنا اللبنانيين على الحادث الاليم اللي حصل ده، وبقول لهم يعني ان شاء الله ربنا معاكم وفتره وهتعدي، يعني قلبنا معاكم والله، واي حد من عيلتي انا بوجه له تحديدا يعني المواساه دي، فتره وهتعدي ان شاء الله. يا ريت الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناه كمان يشترك، وعندنا لايف الليله عشان الناس اللي بتسال على اللايف وعندها اسئله، عندنا لايف على انستجرام الساعه 9 بتوقيت مصر، بعده على طول لايف على الفيسبوك الساعه 10. حلقات متعدده، كل ما انا جمعت بقى من خلال اسئلتكم ليا الحلقات اللي بتدور في بالكم وبتشغلكم، وهنعمل حلقات مسلسله نتكلم، وبعد ما نخلص الحلقة ناخد بقى أسئلتكم براحتنا كده ونجاوب عليها ونرد على اللي عنده أي استفسار. هيبقى يوم الجمعة عندنا لايف على اليوتيوب، حلقة مش هيبقى فيه حلقات، وهيبقى عندنا لايف الساعة 10 كل يوم جمعة مساء برضو بتوقيت مصر، هو ده اليوم الوحيد اللي هيبقى عندنا فيه على اليوتيوب. عامة اشتركوا في الروابط دي، أنا مثبتها في أول تعليق اللي يحب إن هو ينضم لنا. أول علامة، بيغيب وبيرجع، بيختفي وبيظهر وبدون سبب. العلامة دي لو مش موجودة تكسب النقطة دي أو يكون لصالحه النقطة دي، إنما لو موجودة يبقى النقطة دي سلبية، يبقى يخسر معانا أول نقطة. تاني حاجة، عدم نسيان التفاصيل الخاصة بيك حتى لو كانت صغيرة، يعني عيد ميلادك، يعني حاجة خاصة، أشياء من هذا القبيل، بينساها ولا فاكرها؟ لان الشخص لما بيكون مخلص الحاجات دي ما بتعديش عليه ابدا. خلي بالكم، لو بينسى يخسر، لو ما بينساش نقطه ايجابيه. العلامه الثالثه، هل بتلاقيه ويتنج كتير، بتلاقيه انتظار لما بترن عليه او تكلمه كتير، وفي اوقات يعني غير لائقه او غير مناسبه زي ما احنا بنقول، هل ده بيحصل؟ طبعا انا مش بتكلم ان انت يعني ان هو نسي موقف او ان انت لقيته مرة ويتنج، انا بتكلم لو تعاملك معاه على طول ده بيحصل. لو غالبا يعني في اوقات كتير لما بترن عليه او تحاول تكلمه بتلاقيه ويتنج او بتلاقيه اونلاين ومش معاك، فاهمين انا قصدي ايه؟ لو دي فلسفته في التعامل معاك كده. احنا خدنا 3 علامات وفاضل كمان 3 علامات، انا عايز كده كل حد يحسب ويكتب لنا، اللي عايز يكتب يكتب عشان المواضيع اللي زي دي حساسة يعني، واللي مش عايز يكتب ما يكتبش، بس أنا بحب المشاركة عامة معاكم يعني. العلامة الرابعة، الشخص ده لما بيبقى متضايق أو مخنوق يعني عامة بيشاركك وبيحكي لك، ولا بيقول لك سيبني لوحدي أصل أنا مخنوق، نتكلم بعدين أصل أنا متضايق ومش هعرف، مش قادر إن أنا أتكلم مع حد دلوقتي. خلي بالك، وبيقول لك مش قادر أتكلم مع حد دلوقتي. طبعا انا مش بتكلم لو موقف او موقفين حصل، انا بتكلم برضو لو دي فلسفته دايما لما بيكون في المواقف دي. انا احب اقول لك ان الشخص لو بيحب بجد ومخلص لما بيكون متضايق، اكتر حاجه اكتر حد هيكون محتاج له هو الطرف اللي هو مرتبط بيه. اذا اللي هو بيعمل معاك كده بيقول لك سيبني ومتضايق والكلام ده ومش عارف اتكلم، يبقى دي يخسرها، العلامه دي يخسرها. لو ما بيعملش كده يبقى النقطه دي تحسب لي. 5 علامة، هل هو بيقربك من أهله ولا في محاولة لإبعادك عنهم، لفصلك عنهم؟ لو الشخص ده بيحاول إن هو يحكي لك عن أهله، عن تفاصيلهم، بيحاول بشتى الطرق المباشرة أو الغير مباشرة والممكنة والغير ممكنة إن هو يقربك منهم ويقربك ويقربهم منك، إذن دي نقطة إيجابية أوي ومحورية ومهمة أوي تحسب لصالحه. في حلقة النهاردة على فكرة الكلام للطرفين، رجل أو امرأة، يتساووا في حلقة النهاردة. ولو على العكس يعني بتحس أنت، ما هو مش هيقولك أنا ببعدك عن أهلي بشكل دايركت يعني، لو أنت بتحس إن هو عايز دايما عامل حاجز كده ودايما بعدك كده، دي طبعا نقطة سلبية جدا تحسب ضده،
ولا تحسب له. تعالوا بقى ناخد آخر علامة كده عشان نقدر إن احنا نقيم الطرف اللي احنا عايزين نقيمه في حلقة النهاردة، في علامات واضحة جدا وظاهرة جدا، وأي حد قادر مع نفسه النهاردة في خلال 5 دقايق حاليا لو ما يوهمش نفسه يعني ويبرر لحبيبه كده، يستعمل العقل عشان ما تضيعش وقتك ولا تضيعي وقتك على الفاضي. سنين العمر من ذهب، العمر ساعات يا جماعة، نحاول ان احنا نستغلها صح. تعالوا نشوف اخر علامة معانا. علاقة مخططة ومحددة ولها خطة مستقبلية. يعني هل الشخص اللي انت مرتبط بيه ده انت عارف راسك من رجليك؟ يعني في خطة موضوعة، ولا انتوا ماشيين مع بعض عشوائي كده والخطوة بخطوتها واليوم بيوم والوقت بوقت ومش مهم بكرة؟ هل هو مرسيك؟ هل هو معرفك راسك من رجليك بكرة في ايه؟ الشهر الجاي في ايه؟ السنة الجاية فيها ايه؟ هنرتبط امتى؟ هناخد خطوة عفوا رسمية او ايجابية امتى؟ هل ده موجود في العلاقة؟ انا مش عايز حد يضحك على نفسه، مش عايز حد يوهم نفسه. حلقات التوعية دي انا بعتبرها من اهم الحلقات اللي احنا ممكن نتكلم فيها، وخاصة للناس اللي هي ممكن تكون محتارة او اللي ما عندهاش خبرة او اللي صغيرة في السن او اللي اول مرة حتى بترتبط او بتدخل في علاقة. يا جماعة الحلقات دي مهمة قوي، عشان كده دوسوا لايك. يعني كان انا نسيت في الاول اقول، او يعني بنبه عليكم تاني، رجاء رجاء حلقة اي حد هيشوفها رجل او امرأة مهما كان سنه اقسم هتكون مفيدة ليه. انا عارف انا بقول ايه، اللايك بيوصل الحلقة لاكبر قدر من اصدقائنا اللي ممكن ما يكونوش فاضيين، ما يشوفوش الاشعار. عوامل كتيرة قوي ممكن تخلي الافادة تروح عليهم. اذا لو مفيش خطة مستقبلية، هو مش ناوي معاك على اكتر من الوضع الحالي، يعني هو مش ناوي ياخد خطوات جد او خطوات رسمية معاك، ودي علامة جوهرية قوي من ال6 علامات، علامة مهمة قوي هي وعلامة ابعادك عن الاهل او قربك منهم. يمكن العلامتين دول تحديدا، هي كل العلامات مهمة خلي بالكم، ويعتبر هي سلسلة مكملة لبعضها ال6 علامات، ولكن في علامات قوية قوي زي العلامتين دول، ولكن 4 علامات بس موجودين من ال6 دول كافلين ان احنا نقول لك اطمن وحط في بطنك بطيخة صيفي زي ما احنا بنقول لك. الطرف اللي معاك مخلص ليك، لان استحالة حد، خلي بالكم، استحالة حد يكون متلاعب وغير مخلص وفي حياته حد تاني ويقدر يعمل 4 علامات من ال6 دي. ما تمشيش، ما تركبش، غير منطقي اطلاقا. عشان كده في حلقة النهاردة بننورك او بننورك قوي وبنريحك قوي لو انت على علاقة زي ما احنا بنقول تايه فيها، ما انتش عارف موقفك ووضعك فيها. كن صادق مع نفسك وخد القرار بناء على الاستنتاج، بيكون القرار. شغل عقلك وخلي القلب على جنب شوية كده، عشان دي قرارات مصيرية، وعشان العمر زي ما احنا بنقول مش بعزقة، وعشان وقتك غالي، وعشان في فرص تانية كل يوم بتضيع منك لو انت ما انتبهتش ليها. يعني نيل العز او الوصول للعز في نيل الفرص، فبادر بالفوز بالفرصة واحذر فواتها عليك. يعني الكلام للرجل او الامرأة، ومفيش فرصة اكتر من سنين عمرك اللي بتمر عليك ممكن انت تضيعها لما تتعامل مع العمر بتاعك بنوع من انواع الاهمال. يا ريت تكتبوا لي ارائكم في الحلقة دي، واكتبوا لي النسبة، خلينا نتشارك مع بعض. انا بحب ان انا اقرا تعليقاتكم واقرب منكم اكتر واكتر. الساعة 9 بنبه تاني عشان كتير بيسألني، الساعة 9 النهاردة عندنا لايف حلقة كاملة واجابة على كل استفساراتكم واسئلتكم، الناس اللي هتكون موجودة معانا يعني في اللايف على الانستجرام. ساعة نخلص من هنا نروح على صفحتنا على الفيسبوك على طول، كمان ساعة نفس الكلام. الرابط دي زي ما قلت في اول تعليق ووصف الفيديو، اللي يحب ان هو ينضم لنا على دماغي وعلى راسي من فوق، كلكم عيلتي وكلكم اهلي وحبايبي، وهتوحشوني بقى على ما نلتقي بالليل ان شاء الله.